مش بطلب منك غير طلب واحد بس، انك تهديني للاختيار الصواب يا رب. لو عايز تزيح عني التجربة دي زح، ولو عايز تكملها كملها. انا عارف انه اختبار، وعارف انك لا يمكن تحمل حد فضلته. الفنان ماجد الكدواني ربنا صارف له كده قبول وحب عند الجمهور مش طبيعي، بسبب ومن غير سبب. الناس كلها بتبقى عاوزة تعرف هو مسلم ولا مسيحي، وهو في الحالتين دمه خفيف وموهوب وتمثيله لا يعلى عليه. ماجد الكدواني عبارة عن سيرة حلوة ومسيرة ناجحة جداً. من أكتر من 30 سنة هو بيحقق نجاح وبيطلع السلم خطوة خطوة، ورغم موهبته الكبيرة إلا أنه معرفش البطولة المطلقة إلا من قريب جداً. طول عمره ماجد الكدواني بيساند زمايله الفنانين في نجاح أعمالهم، وكان ليه دور كبير جداً في شهرتهم والأرباح والإيرادات كمان اللي بيحققوها، زي كريم عبد العزيز وأحمد عز وغيرهم كتير. بس دايماً كان حواليه علامات استفهام، مين هو ماجد الكدواني؟ حياته عاملة إزاي؟ وديانته إيه؟ من كام يوم اتعرضت الحلقات الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي، وكان فيها مشهد ناجح ومؤثر جداً للفنان ماجد الكدواني، وهو قاعد في المسجد بيناجي ربنا وبيطلب منه يساعده في محنته، لأن الشخصية اللي كان بيقدمها اللي هي إبراهيم كان عنده مرض خطير ولازم يعمل عملية صعبة. المشهد ده قلب الدنيا على السوشيال ميديا، ولما تسأل عنه ماجد الكدواني انت عملت المشهد ده ازاي؟ فقال ماجد ان مناجات ربنا مش محتاجة دين معين، وهو كلام بيطلع من القلب وبيوصل، وده شخص كان بيعاني ومحتاج لربنا من خلال كل الطرق الممكنة. الغريبة ان ماجد الكدواني مسيحي، قدر يتكلم مع ربنا، ولا أجدع شخص مسلم متربي في مساجد طول عمره. وده أصلاً حقيقي برضو، لأن اللي كشفه ماجد الكدواني إن والده كان مهندس معماري وكان بيصمم مساجد في الكويت، وطول عمره شايف إن مفيش فرق وفي تسامح والحياة جميلة. وهو نفس الشخص برضو الفنان ماجد الكدواني كان مترشح إنه يقدم شخصية البابا شنودة في مسلسل باسم بابا العرب، كان المفروض يتناول حياة البابا شنودة وتأجل لأسباب كتيرة جدا. مشكلة مسلسل البابا شنودة هو حالة الجدل اللي أثيرت بسببه من ساعة ما أعلن بدء التخطيط لتنفيذه. ناس كتير شايفة إنه البابا شنودة أكبر من إن في ممثل ممكن يقدم دوره على الشاشة، بس الاقتراحات كلها كانت من نصيب ماجد الكدواني. العمل اتوقف، بس لو في اي وقت هيتم احياء الفكرة تاني مع تطور الفنان ماجد الكدواني في التمثيل وخروجه من عباية الممثل الكوميدي للفنان التقيل في موهبته ونوعية أدواره والصورة اللي بيقدمها على الشاشة. ممكن فعلاً نشوفه لابس عباية البابوية قريب، وبيدينا مثال قوي جداً على التمثيل بمهارة والحرفية اللي يقدر يعملها سواء كان مسيحي أو مسلم.